هذه المرة أريد أن ألقي ضوءاً على ما يحدث من جانب الشمال. معك كريستين، وإسرائيل تتحدث عن معارك، على الأقل يعني دعوت أحرونوت تتحدث عن معارك يعني من نقطة قريبة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. حزب الله يتحدث عن قصف قوات إسرائيلية في مناطق التماس والمناطق الحدودية، ومستمر أيضاً في إطلاق الصواريخ والقذائف على الجليل والمناطق الشمال. ماذا لديك حول هذا كله؟ بالفعل محمد، نتحدث عن صعوبة واضحة في المعركة البرية أو العملية البرية، هذا أفادت به صحيفة دعوت أحرنوت وقبلها إذاعة الجيش عندما نقلت عن مصادر بأن مقاتلي حزب الله يطلقون الصواريخ، العبوات التفجيرية، القذائف الهاون باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي البرية التي تحاول التوغل، وأن هنالك معارك تجري من مسافة قريبة، معارك مباشرة، وهذا لاحظه قوات إسرائيليون، لاحظته وأفادت به للمراسل العسكري لصحيفة يدعوت أحرنوت. الحديث عن عمليات تطهير كما يسميها الإسرائيليون، أي تدمير للبنى التحتية محمد، تم تأكيد عن وجود إسرائيلي في قرية كفركلة قبالة المطلة في تقرير يدعوت أحرنوت، وهذا ما كنا نتحدث به وفقا لما فهمناه من بلغات حزب الله العسكرية، أن هنالك محاولات للتوغل من المطلة قبالة كفركلة، من مزقاف عام قبالة العديسة، من يرؤون قبالة يرون، من أفيفيم قبالة مارون الراس، أربع نقاط تقريبا. والتقرير لأول مرة تقرير إسرائيلي يؤكد مواقع وجود الجيش الإسرائيلي، لأنه في العادة لا يبلغ الجيش في بياناته عن مواقع وجود القوات، وحتى عندما يقتل إسرائيليون من القوات لا تفيد معطيات الجيش بتحديثات عن مواقعهم. أيضا الحديث أن التركيز الآن لعمل القوات البرية، عمل القوات المشاة، لكن أحيانا عند وجود تهديدات تستتر هذه القوات بالدبابات وتوقف حركتها وتستخدم الدبابات خشية من إطلاق القذائف المضادة للدروع وفق ما ورد في تقرير صحيفة يدعوت أحرنوت. بالتالي التقرير من يقرأه يفهم محمد أن هنالك صعوبة في التقدم، هنالك ادعاء إسرائيلي بأن هذه العملية البرية هي تستهدف خط القرى الأمامي قبالة البلدات الإسرائيلية الحدودية، أي عندما يبدأ الجيش الإسرائيلي بتدمير بنى تحتية في كفركلة سوف يعيد سكان المطلة في إصبع الجليل، عندما يعمل على تدمير بنى تحتية مزعومة في العديسة سوف يعيد سكان مزقاف عام، وهكذا. هذا ما يزعمه الإعلام الإسرائيلي هذا اليوم، وواضح أنه بعد إحاطة عسكرية. هذا يتسق مع ما ورد في كلمة يوآف جالانت الذي كان على الحدود الشمالية وخطب مقاتلي الفرقة 36، وقال لهم إن لدى إسرائيل المزيد في جعبتها من المفاجآت، واعتبر بأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه مفاجأة، وأن لا زال في جعبتها المزيد، أي أنه يهدد بمزيد من الاغتيالات، وأن العملية البرية سوف تستمر إلى حين تطهير القرى اللبنانية من البنية التحتية العسكرية. هذا ما يزعمه الإسرائيليون. كلمة تطهير استخدمت سابقا في غلاف غزة وفي غزة، أي تدمير وتفجير بزعم أن هذه المباني فيها إما أنفاق أو أسلحة أو ذخيرة. على الرغم من صعوبة المعارك هنالك خسائر لكن يتكتم عنها الجيش الإسرائيلي. نحن من هنا رصدنا حركة لمروحيات عسكرية تصل إلى مستشفى رمبم في حيفا، تنقل جنودا مصابين من الشمال، لكن تكتم حول الخسائر. كل ما أعلن حتى اللحظة رسميا 9 قتلى من العسكريين، من بينهم 4 ضباط على الأقل. آخر الخسائر أعلنت يوم أمس عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط من لواء المظليين محمد، لكن هنالك استمرار للمعارك على الأرض. وفي بلغات حزب الله هذا اليوم تحدث عن إيقاع قوات ما بين قتيل وجريح تحديدا في سهل مارون الراس. بالتالي المزيد من الخسائر مرشحة والمزيد من الصواريخ تطلق.
أطلق أكثر من 100 صاروخ أطلقت باتجاه تحشدات عسكرية وقوات عند مواقع محاولات التوغل البري إلى جانب العمق الإسرائيلي. نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأدنى، في الجليل الأوسط، الأعلى، إصبع الجليل والغربي، في مختلف المناطق دوت صفارات الإنذار منذ فجر اليوم أكثر من 20 مرة، وأطلق على دفعات أكثر من 100 صاروخ حتى اللحظة، ولا زلنا في منتصف هذا النهار محمد. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من الجليل الأعلى، والشكر كذلك لشبكة